البناء الموحد. معايا النائب المحترم الدكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب. اهلا وسهلا سياده النائب. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا بس عايز اقول بالمناسبه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار بعقد الدوره البرلمانيه الحقيقه لمجلسي النواب والشيوخ يوم الثلاث ان شاء الله المقبلين ان شاء الله. الخبر ده ناس كثيره جدا كلمتني ومبسوطه بيه جدا جدا يا فندم. ايه ميزاته؟ هيعمل ايه؟ بص حضرتك، تتذكر ان احنا اتكلمنا في هذا الموضوع في البرنامج المحترم بتاع سعادتك اكثر من مره، وفي برامج اخرى كثيره، ولم نيأس ان احنا نغير الوضع اللي كان حاصل ده. لان لما في مارس 2021 الحكومه اصدرت قرارات بتحديد الاشتراطات البنائيه في المدن، وهذه الاشتراطات كانت معجزه زي ما قلت، الاشتراطات تعجيزيه بترتب عليها حاجتين. الحاجه الاولى ان الرخص توقفت تماما عن الصدور، وبالتالي اغلبيه يعني كل اللي بنوا في هذه الفتره بنوا مخالفين. ففوجئت الحكومه، والكلام ده احنا قلناه للحكومه كذا مره، ان هذا القرار خطر جدا وهيؤدي الى عواقب وخيمه، اهمها ان العشوائيات تعود تاني، المباني المخالفه تعود تاني، وبقت الابراج منشاه في مدن مصر كلها وكلها مخالفه. اضطرت الحكومه تعمل حاجتين، تعمل قانون التصالح عشان تعالج خطا هي ارتكبته. ثم دلوقتي الحمد لله سياده الرئيس ادى تعليمات الى العوده للاصل والقانون الاصلي ال 119 سنه 2008. في الفتره ديت، في الفتره الثلاث سنين ونص دول، عدد ضخم جدا يقترب من 2 مليون مبنى مخالف. الناس اللي شغاله في مهنه المعمار وهم ناس فنيين والدول العربيه كانت بتاخدهم توقفوا تماما وراحوا مهن اخرى، اهمها ان اللي راح جاب له توك توك واللي راح اشتغل مش عارف ايه. خساره جسيمه جدا. نمره ثلاثه، ان ارتفاع اسعار السوق ارتفع بشكل درامي فترتب عليه ازمه كبيره. فهذا القرار هو جه متاخر صحيح، لكن قرار حكيم لانه عالج مشكله كبيره جدا. اشكرك شكرا جزيلا النائب المحترم محمد عطيه الفيومي. فاصل ونرجع نشوف ماذا حدث في مباراه الاهلي والزمالك.